طاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المشردين عن الأهل والأوطان. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام على المكسور ضلعها والمسقط جنينها والملطوم خدها. السلام عليك وعلى أبيك رسول الله وعلى بعلك أمير المؤمنين وعلى ولديك الحسنين يا بنت رسول الله يا مدرك الثار البدار البدار شن على حرب عداك مغار وأت بها شعواء مرهوبة تعقد ليلا فوقها من غبار يا قمر التام يا مولاي يا قمر التام أما آن أن تغير أعداءك فالصبر غار يا صاحب العصر أترضى رحى عصارة الخمر علينا تدار يا مولاي أنت في هذه الليلة قلبك يعتصر ألما لما تسمع هذا المصاب لكن مولاي مولاي ترضى على الدار هجوم العدا مذ أضرم الباب بجزل ونار ورض من فاطمة ضلعها أين المنادون وفاطمة
وحيدر يقاد قهرا جهار، والطور تدعو خلف أعدائها يا قوم خلوا عن علي الفخار. يا مولاي فما سقوط الحمل، ما لطمها، ما ضربها، ما عصرها بالجدار. لما تسمع هذا الكلام عن جدتك الزهراء يا مؤمن يتألم قلبك، ما بالك بمولاك صاحب الزمان؟ شلون يسمع هذه الكلمات وهو يعلم حقيقتها وكيف جرت على أمي الزهراء؟ مولاي ما وكزها بالسيف في جنبها، وما انتثار قرطها والسوار. يا مولاي نتصور هذا الحال حينما أتت وانكبت على قبر أبيها رسول الله ونادت: ماذا على يا من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا؟ قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. تقل أبويا خلاف عينك ما رعوني، ما رعوني، نهبون نحلتي وبتشاو عيوني، ومن البج عليك منعوني، وبر المدينة طلعوني. بويا صرت للباب للباب، لكن ما علي حجاب، حسبي الرجس واعصرني بين الباب. مولاتي ماذا جرى عليك؟ أوصلي هذه الشكوى إلى قبر رسول الله وهو تحت ذلك التراب يستمع هذه الشكوى. صاحة ظلت أدافعهم وظنتي يرحموني، ما لو علي بالصوت ظل. والله يا سلمان الرجس ورممتوني، هذا جزى المختار من عدهم يا سلمى. قالها يا زهرة يقلك الكرار روحي، ردوا على أبوك النبي بالدار نو. صاحت عقب حدار: تراه تروح روحي،
خلي أزلزلهم ترى ما بيهم أحسان، خلي يا سلمان أشتكي ذايب فادي يطلع على الكرار لو زلزل. والله يا سلمان الرجس رواع أولادي قصدي أبث شكواي للواحد الديا. والله يا سلمان العبيد دمي برقبته حق والد جنين الحشا ما طرحته قصد هلاكي من هجم. والله عرفته ومن طلع وبحيدر علي كل الأمر هان. الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون. ينقلبون إلى النار وبئس المصير. قال الله تعالى في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما ينبغي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. وساتا لصاحب العصر والزمان ولتعجيل فرجه الشريف لقضاء الحوائج وقبول الأعمال وغفران الذنوب، طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ارحمنا ربي بمحمد وآل محمد الطيبين الطاهرين في الدنيا والآخرة، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله. عظم الله أجوركم أيها المؤمنون والمؤمنات بذكرى شهادة أم الحسنين سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها. في هذه الذكرى وفي هذه الليلة نطرح إشكالية من الإشكاليات القابعة في أذهاننا حول قضية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذه الإشكاليات لعلها نتاج الفهم الخاطئ
ولعلها نتاج القراءة الخاطئة لما ورد عن المعصومين صلوات الله عليهم، ولعل سبب ذلك غيره من الأسباب أيضا. هذه الإشكالية نطرحها هذه الليلة على شكلية هذا السؤال أو على شكلية هذا التساؤل الذي نقول فيه: هل أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قد أهانت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حينما خاطبته قائلة في خطابها المعروف، خطابها المشهور، خطابها المعلوم، حينما خاطبته قائلة: أشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الضنين، نقضت قادمة الأجدل، فخانك ريش الأعزل. هذا ابن أبي قحافة الخليفة الأول. قد ابتزني نحلة أو نحيلة أبي وبلغة ابني. النحلة هي العطية. أمير المؤمنين عليه السلام يجيبها فيقول: فما ونيت عن ديني ولا أخطأت مقدوري. بصيغة أخرى، بشكلية أخرى، نقول: هل من المتوقع أن الزهراء صلوات الله عليها تخاطب أمير المؤمنين عليه السلام بقسوة في الكلام؟ نحن على مدى سنين، وكما فهمنا وكما نظم الشعراء، على أن الزهراء تعاتب عليا صلوات الله عليه. هل من المتوقع أن تخاطب الزهراء علي بن أبي طالب، هي المعصومة الكبرى، وهو سيد الوصيين، أول الأئمة عليهم السلام، هل من المتوقع أن تخاطب معصومة مثل الزهراء صلوات الله عليها أن تخاطب أمير المؤمنين عليه السلام، أن تخاطب المعصومة المعصومة أمير المؤمنين بهكذا قسوة؟ إن صح صدور هذا الكلام من الزهراء، وإذا صح صدوره من الزهراء، ما هو وجه الخلل والإشكال الذي وقعنا فيه، وكيف نرفع هذا الإشكال؟ هذا إن شاء الله من خلال مجريات هذا البحث، ولو أننا في هذه الليلة نحاول أن نختزله وأن نعتصر هذا البحث لما في هذه الليلة من خصوصية حول مصيبة الزهراء صلوات الله عليها. نرفع هذا الإشكال إن شاء الله، أو نحاول الإجابة عليه، من خلال طرحنا للآية المباركة التي صدرنا بها بحثنا لهذه الليلة، في قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إلى آخر الآية. هذا خطاب، هذا حوار يدور بين طرفين: الطرف الأول وهو الله سبحانه وتعالى، الطرف الثاني في هذه المحاورة، في هذا الخطاب، هو عيسى ابن مريم. وإذ قال الله يا عيسى، مكان وزمان هذا الحوار، أين يكون هذا الحوار، في أي زمن، في أي وقت؟ لعل قائلا يقول: الآية الكريمة يقول فيها الله وإذ قال، يعني في أي زمن؟ في الماضي. لكن الصواب غير ذلك، لأن القرائن، الآيات التي تأتي بعد هذه الآية، تدل على غير هذا الأمر، تدل على أن هذا الحوار سوف يكون في المستقبل، في يوم القيامة، يوم القيامة، يوم يأتي كل أناس بإمامهم، نبينا محمد صلى الله عليه وآله مع أمته ومع مجموعته لذكره الصلوات. عيسى عليه السلام مع جماعته، فلان من الأنبياء مع جماعته، يعني أن هذا الحوار بين الله وبين عيسى إذا كان يوم القيامة، يعني أمام من؟ أي مجموعة؟ أمام النصارى، جماعة عيسى عليه السلام. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، يعني أمة عيسى الذين يدينون بدين عيسى عليه السلام. ولكن هؤلاء حرفوا الديانة النصرانية، حرفوا الإنجيل، حرفوا الكتاب السماوي، الكتاب الذي يأمرهم
في الأصل بعبادة الواحد الأحد حرفوا ذلك الكتاب، فراحوا يعبدون عيسى ويعبدون أمه مريم. هذا بدلالة الآية وبصريح الآية: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هل أن النصارى واقعا كانوا يعبدون مريم ويعبدون عيسى؟ هذا سيتبين إن شاء الله من خلال مجريات هذا البحث. ولهذا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يسأل عيسى أمام النصارى الذين اتهموا عيسى بأنه هو من أمرهم بعبادته وعبادة أمه مريم، يسأله فيقول عز من قائل: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أنا أسألك سؤال أيضا أيها المؤمن: أليس الله سبحانه وتعالى عالما بحقيقة وبصدق عيسى؟ لماذا يسأله إذن؟ أليس هو علام الغيوب؟ ما يحتاج إلى أن يستفسر وهو يعلم بصدق عيسى؟ ما هو نوع هذا السؤال؟ ما هي غاية هذا السؤال؟ هل أن الله لا يعلم؟ حاشاه ربي. أيها المؤمن، الاستفهام أو السؤال في اللغة العربية له عدة أغراض، وهذا لا يخفى عليكم. من أغراض السؤال أو الاستفهام في اللغة العربية التعجب، من خلال صيغة ذلك السؤال يتعجب الإنسان حدوث صدور شيء معين. يعني لو يسأل إنسان فيقول: هل واقعاً هجم القوم على دار فاطمة؟ يتعجب ويستنكر أيضاً ذلك الأمر. لذلك الغاية الثانية من السؤال والاستفهام في اللغة العربية الاستنكار، يستنكر حدوث شيء معين بصيغة سؤال. هناك صيغة أخرى تعرف بالاستفهام التقريري. ما المراد؟ ما المقصود بالاستفهام التقريري؟ الاستفهام التقريري يعني أن السائل يعرف الجواب. السائل يعرف الجواب. يوم أنه يعرف الجواب لماذا يسأل إذن؟ ليش يسأل يوم يعرف الجواب؟ الله سبحانه وتعالى يعرف الجواب، لماذا يسأل عيسى ابن مريم؟ هذا استفهام تقريري. أأنت قلت للناس ليسمع الحاضرين الجواب على لسان عيسى، حتى يسمع النصارى الجواب على لسان المتهم وهو عيسى ابن مريم. ليش عبدتم مريم وعبدتم عيسى وأشركتم بالله؟ قالوا: هذا عيسى ابن مريم أمرنا بأن نعبده وأن نعبد أمه مريم. يا عيسى، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يأتي الجواب بعد ذلك على لسان عيسى: قال سبحانك ما ينبغي أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. يقول: أنا مو بس ما يحق لي، يقول: أنا مو بس ما قلت هذا الكلام، أصلاً لا يحق لي أن أنطق بهذا الكلام. مهمتي أن أأمر الناس بعبادة الواحد الأحد، لا بالشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن كما قلنا، هذا استفهام تقريري في الأسلوب القرآني: أأنت قلت للناس. مجرد إشارة بعدها نعود إلى هذه المفردة القرآنية: هل أن النصارى واقعاً يعبدون مريم ويعبدون عيسى؟ نحن نعلم أن عندهم عقيدة تعرف بعقيدة التثليث: الإله الأب والابن وروح القدس. روح القدس باعتباره الواسطة بين الإله الأب وبين الابن باعتباره عيسى، روح القدس هو غير مريم المقدسة واقعاً. وفي الحقيقة هكذا، أن روح القدس يشار إليه الملك الواسط بين الله سبحانه وتعالى وبين الرسل، وكما في عقيدتهم الواسط بين الله الأب وبين الابن وهو عيسى، ولا يقصد به مريم المقدسة. إذن لماذا يقول الله: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ كيف عبد النصارى مريم المقدسة؟
هناك فرق أيها المؤمن بين الله بمعنى الخالق وبين الإله بمعنى المستحق للعبادة. الله الخالق والإله المستحق للعبادة. لذلك النصارى عندهم عقيدة أن مريم وأن عيسى مستحقين للعبادة. لذلك في دور العبادة عندهم دائما ما ترى الرمزية موجودة، رمزية مريم ورمزية عيسى، يتوجهون إلى دور العبادة فيعبدونهما أو يتوجهون إليهما بالعبادة. هذا لا يهمنا، يهمنا قوله تعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ هذا استفهام، كما قلنا ماذا؟ استفهام تقريري. شوية هذه الكلمة كررناها كثيرا هذه الليلة، لكن لنربط بينها وبين مصيبة الزهراء عليها السلام. أين الإشكال الذي وقعنا فيه؟ وما هو الإشكال الموجود في كلام الزهراء عليها السلام حينما قالت: اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الضنين، إلى آخر كلامها. الشعراء ونحن فهمناه على أنه عتاب وملامة. الزهراء تخاطب أمير المؤمنين: كنت جالسا في الدار مشتملا شملة الجنين في داخل أحشاء أمه، لم تحرك ساكنا وأنا أضرب وأنا ألطم وأنا أعصر، لما لم تحرك ساكنا يا علي؟ أنت ليث الغاب، أنت كذا أنت كذا. هذه ملامة وعتاب قاسي، هل من الممكن أن تصدر من فاطمة؟ أين الخلل الذي وقعنا فيه؟ العلامة السيد جعفر العاملي وغيره من المحققين أشاروا إلى هذه الإشكالية وقال في جوابه لرفع هذه الإشكالية، يقول الزهراء عليها السلام: لم تقل اشتملت بكسر الهمزة في أسفل الألف. لو قالت اشتملت بكسر الهمزة في أسفل الألف كما هو متعارف عندنا مسبقا أو قرأناه هكذا قراءة خاطئة، لكانت الزهراء قد قررت على علي عليه السلام أنه قد قصر في أداء واجبه، وأنه لم يؤدي ما عليه من واجب، وأنه لم يدافع عنها، وأنه كذا وكذا. إذن ماذا قالت الزهراء؟ ما هو اللفظ الصحيح؟ ما هو الصحيح من الألفاظ أو من اللفظ الذي من المفترض أن نأتي به؟ قال أن الزهراء عليها السلام قالت: أشتملت شملة الجنين بفتح الهمزة في أعلى الألف. وشتان بين اشتملت بكسر الهمزة وبين أشتملت، لأن تلك الأولى اشتملت بالكسر فيها تقرير على علي أنه قد قصر في أداء واجبه، وأما الثانية في أعلى الألف بالفتح فإنها استفهام تقريري. يعني أن الزهراء عليها السلام تستفهم وهي تعرف الجواب. يوم تعرف الجواب ليش تسأل علي بن أبي طالب؟ حتى تسمع الذين ظنوا أن علي بن أبي طالب قد قصر في أداء واجبه، تسمعهم الجواب على لسانه، تسمعهم الجواب على لسان أمير المؤمنين. ماذا أجاب عليه السلام؟ قال: فما ونيت عن ديني ولا أخطأت مقدوري، يعني لم أقصر في أداء واجبي الشرعي. وحاشاه عليه السلام أن يكون مقصرا، حاشاه عليه السلام أن يكون مقصرا في أداء واجبه. علي الصابر الأعظم أيها المؤمن، علي الصابر الأكبر الذي يقول: فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجاف صبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجاع. شايف واحد يصبر على عظم في حلقه أو أن يصبر على حجر في عينه؟ لو غبارة تدخل في عين الإنسان تشوف هذا الإنسان يلوج ما يتحمل إلى أن تخرج هذه الغبارة من عينه. علي يقول: أنا صبرت على أمر وعلى أعظم من الحجر في العين. مولاي أمير المؤمنين، ماذا نظرت بعينك؟ لا دمعت عينك يا علي،
ما الذي أبكى عينك يا أمير المؤمنين؟ ما الذي أدمع هذه العين؟ أي مصيبة أعظم من تلك المصيبة يا مؤمن؟ أنا أسألك وأنت رجل الأخوات المؤمنات بعد يسمعون هذا السؤال وهذا الكلام، أنت تعرف يا مؤمن أن أعظم ما على الرجل أن تؤذى زوجته أمام عينه ولا يستطيع الدفاع عنها. تتحمل تشوف أمير المؤمنين تضرب الزهراء أمام عينه وتلطم أمام عينه وتعصر بين الباب والحائط أمام عينه، تستغيث بمسمعه عليه السلام. والعجيب يقولون الزهراء لم تستغث بعلي بن أبي طالب، علي خطوات بينها وبين أمير المؤمنين لكن ما استغاثت بعلي. تشوف علي جالس بالدار لكن صاحت واستغاثت وأبتاه ومحمدا. أذكر لك رواية وبها ندخل إلى المصيبة، هذه كلها مصائب التي ذكرناها لكن هذا مفتاح الدخول إلى المصيبة. العلامة الدربندي إكسير العبادات في أسرار الشهادات، هذا القول يروى ويذكر عن ذلك اللعين الذي عصر أمكم فاطمة خلف الباب. ماذا يقول؟ يقول: لما وضعت رجلي على الباب، يقول سمعت خلف الباب أن هذه أنة الزهراء يا مؤمن، هذه مو أنة أي واحدة أخرى. يقول سمعت خلف الباب أن كاد قلبي أن يلين، إذا هذا قاس القلب كاد قلبه أن يلين. عجل شلون حال علي اللي قاعد بالدار؟ يقول لولا أن تذكرت ما صنع علي بآبائنا في بدر. يقول وضعت رجلي على الباب فرفست الباب حتى سمعت أنتها خلف الباب وسمعت تكسير أضلاعها هذا وهي تستغيث وتنادي وأبتاه. بعد تعال نتصور حال أمير المؤمنين هذه الليلة. علي الرحيم، علي العطوف، كلما دخل عليها بكى، كلما جلس عندها بكى، كلما خرج من الدار بكى. يتصور كل هذا المنظر بعينه. لتتصور أمير المؤمنين ما دمعت عينه. احنا دموعنا هذه الليلة ويا دموع أمير المؤمنين، مع دموع مولانا صاحب الزمان، نذرفها حزنا على مصيبة فاطمة. تصور حالها في ساعة المنية لما أوصت أمير المؤمنين بالوصايا، شافت أمير المؤمنين يجول بالدار قلبه يعتصر ألما، لما شاف الزهراء تودعها، شلون يودع الحبيب حبيبه؟ مذهول أمير المؤمنين من هول المصيبة يجول بالدار. التفتت الزهراء إلى أمير المؤمنين قالت: أبا الحسن، هذا وقت الوصية لا وقت البكاء. صاحت: دن مني الأجل، دن مني الأجل واتقضت أيامي يا حدار يا حدار. الله الله بعد بيتامي تعال اقعد اريد اتزود منك، صعب غصب عني يا غالي، غصب عني يا غالي راح لعلك، صعب مني يا غالي انقطع ظنك، يا طود الصبر تمسح دمعك الهامي. وين يمسح دموع أمير المؤمنين يا زهراء وهو يودعك في هذه الساعة؟ صاحت: عشت وياك عمري يا بعد عمري يا حامل جار، تدري بحالتي وأمري، أريدك ذمتي يا أبا الحسن،
تبري قبل أرحل يا روحي وبهجة أيامي. شلون يخاطبها أمير المؤمنين؟ شلون يرد عليها الجواب؟ قلها يا شبيهة أحمد الهادي، كلامك يا بتولى ذوب الفادي، تروحين وعليا يظلم الوادي، بعد عينك حياتي مظلمة ويامي. يا زهرة يا زهرة محللة ومبرية الذمة، أبا الحسن هذه وصايا الزهرة، ها بعد قليل نذكر الوصايا. يا زهرة محللة ومبرية الذمة، بعد عينك حياتي بحزن مظلمة، لكن قلبي من يسكن روعته وهمه، لصب الدمع لاجل مصيبه اجدامي، اين المنادون ومصيبته. صاحت ابا الحسن اذا قضيت نحبي فغسلني وكفلني وادفلني بالليل، اذا هدأت الانفاس ونامت العيون، أبا الحسن إذا قضيت نحبي فتزوج من بعدي بابنة أختي أمامة، فإن لها تكون لأولادي مثلي. أبا الحسن أبا الحسن اصنع لي نعشا صورته للملائكة، هكذا إلى أن أكملت الوصايا. يقولون الزهراء عليه السلام أوصت الحسن والحسين وأرسلتهما مع أبيهما إلى المسجد، أوصلتهما مع أبيهما أو أرسلتهما مع أبيهما إلى المسجد. أسألك سؤال يا مؤمن، سؤال يا مؤمنة، وين راحت زينب في تلك الساعة؟ إذا الحسن والحسين راحوا ويا أمير المؤمنين، وين زينب؟ قال كان عندها وصايا خاصة بينها وبين الزهراء. مولاتي فاطمة إذا تخافين على أطفال مثل الحسن والحسين، عندك زينب طفلة صغيرة، ألا تخافين عليها أن تكون حاضرة ساعة المنية؟ إجت زينب عند رأس الزهراء، جعلت تمسح على ذلك الرأس، تقول يمكن الطيب الأم من هذه العلة. تصور هذا الموقف، وإذا الزهراء أفاقت من غشوتها، وأملعت زينب أن تحتضنها فاطمة، اقتربت من أمها صاحت يا بنتي والله مشتاقة، يا بنتي والله مشتاقة أضمك يا بعد عمري، لكن العدو الملعون بالعصر هشام صدري وعذري ماثل قبالك يا بنتي طالعي وعذري، من المسمار ما أقدر أسولف لك، من المسمار واللي هيا جالامي بعد ما لطمن الخوان، أنا شفت حسين وتمثل قبالي راسه فوق أسنان، وشفت ضلوعة تتكسر بقوة ويلترك عريان، غسل دمومه وجفانه يفصل السموم العار. هذه الوصية من الزهراء إلى زينب، شنو هذه الوصية مولاتي؟ صاحت بني زينب إذا كان يوم العاشر من المحرم ونظرت إلى أخيك الحسين وحيدا فريدا، فقبلي ثلاثا في صدره وشميه في نحره. صاحت يما ليش الصدر والنحر؟
قالت قبل لا يبرز المظلوم قبل قلبه نحرة لأن قلبه بالمثلث بنزعام الخرز ضارة تالي الشمر يا زينب بيتربى على صدره وأحسن يفري من حرق بالي رجلة تفحص بلوعار أين المنادون وفاطمة وحسينة عظم الله أجوركم عندها التفتت إلى أسماء صاحت يا أسماء اسكبي لي ماء واتيني بثيابي الجديدة ثم أمهليني ساعة فعودي إلي فإن أجبتك وإن لعلمي بأني لحقت بأبي رسول الله قدمت لها الماء اغتسلت الزهراء لبست الجديد من الثياب توجهت في محرابها أين المنادون ومصيبتاه حتى انفتلت من عبادتها امتدت على ذلك المصلى وأستلت عليها ذلك الرداء قرأت سورة ياسين مدت رجليها وأسبلت يديها وفاضت روحها الشريفة أين المنادون ومصيبتها تقول أسماء رجعت إليها طرقت الباب صحت يا أم الحسنين لم تجبني صحت ثانية يا بنت رسول الله لم تجبني صحت ثالثة يا زوجة أمير المؤمنين لم تجبني ففتحت الباب وإذا بها ممتدة في محرابها المصيبة يا مؤمن مو هذه المصيبة المصيبة لما رجع الحسنان إلى الدار شلون استقبلتهما أسماء قالت لهما تعاليا أقدم لكما شيئا من الطعام صاحا يا أسماء ومتى علمت أن لنا نأكل دون أمنا فاطمة أوالي على الزهراء يوم دخلا وعاينوها مددا نايمة نومة الموتى وساد ما هم وس بالمصلى واح قلبي مسدل على هردة خروا عليها ومدامعهم تهل شبه المطر شلون وصل الخبر إلى أمير المؤمنين هذه الليلة شوف حال أمير المؤمنين لما وصل إلي هذا الخبر خرج الحسنان مسرعان إلى المسجد وهما يعثران تارة وينهضان أخرى قيل لهما لعلكما تذكرتما مصيبة رسول الله قالا لا أوليس قد ماتت أمنا فاطمة تصور حال أمير المؤمنين هذا البطل قاتل الأبطال عازم الأحزاب وإذا به يقوم تارة وينهض أخرى وأخرى يقع على وجهه وصل إلى الدار وإذا به يراها ممتدة في محرابها انكب على ذلك الجسد مناديا ومصيبتها وفجعتها بادر في تنفيذ الوصايا أخرج تلك الجنازة في ذلك الليل غسلها كفنها لا
حتى وضعها على ذلك اللعش، وأخذ يهرول خلف ذلك اللعش وهو ينادي في أمان الله في دعة الله، ينادي يا الشيال تشيل الناس ما تدري من تشيله، فيك جنازة أم حسين يا شيال محمولة. أها، هذه الليلة ليلة فاجعة، ليلة مصيبة عند أمير المؤمنين وعند أولاده وهم يودعون الزهراء صلوات الله عليها. يا شيال تشيل الناس ما تدري من تشيل، فيك جنازة أم حسين يا شيال محمولة. يا شيال تشيل الناس ما تدري من تشيل، فيك جنازة أم حسين يا شيال، فيك جنازة أم حسين عني شليت يا شيال نور اللي زهر بالدار، شلت اللام بين القوم فرت ما عليها خمار، ظلت تنتخي وتصيح من الوجه وعلينا النار، وعندي لك حجايه وقول يا شيال بقوله. يا شيال تشيل الناس ما تدري، فيك جنازة فيك جنازة أم حسين يا شيال، أول شلت اللي مشت علي جنازة بجفن ملفوفة، كثر المرض خلاها تصير عظام مصفوفة، جسد متور ميدانة من جفوفة إلى جفوفة، أوقف لي يا بحجي وياك يا شايل المعلولة. يا شيال تشيل الناس فيك جنازة فيك جنازة حتى أوصلت تلك الجنازة عند شفير القبر، أنزلها في ذلك القبر ثم أهال عليها التراب، أرسل الحسن والحسين مع أبي ذر إلى الدار، قال خلوني يعني على قبر الزهرة هذه الليلة أبكي على قبرها، خلوني أنوح على قبر الزهرة. رجع الحسنان إلى الدار، أمير المؤمنين جعل يبكي على قبرها، قيل هومت عيناه على ذلك القبر، فرآها في عالم الرؤيا تنادي أبا الحسن بحقي عليك قم وارجع إلى الدار، قالها يا فاطمة ألا تأنسين بجلوسي على ذلك القبر،
صاحت بلا أبا الحسن، ولكن في هذه الساعة أفاق الأيتام من نومهم. قم ارجع الدار يا علي، الحسن والحسين وزينب أفاقوا من النوم، وإذا بأمير المؤمنين يعود مسرعا إلى الدار. ما إن فتح الباب وإذا به يرى الحسين واضعا رأسه بين ركبته. زينب على فراش أمها تتقلب، الحسن يتمرغ بالتراب. رد الحج رتاه وحسين متخاصر باب الدار. رد الحج رتاه وحسين متخاصر باب من شافا صرخ يا ياب ما شلتون هالمسمار. هالمسمار يا كرار يتمنا وبعضنا صغار، ما اقدر اشوف الباب يا حامل حماشيله. اجت زينب ويم حسين ظلت تسجب العبره، تقل يا علي يا ياب خل الفارق الحجره. هالمسمار ويا الباب سبت ماتت الزهراء، وما اقدر اشوف الباب يا حامل حماشيله. بعد وين الحسن؟ يقولون تعلق باذيال ابي امير المؤمنين، تارة يقبل يده يقول لأبا تتركنا ايتام في هذه الليله لوحدنا في الدار؟ اين كنت يا علي؟ قال اجلست عند امك افرغ حزني يا ولادي. شمع الله ضو الليله راحت من ايدي، امكم سافرت عله وخلى منزلها وش بيدي. ناداه الحسن بويا يتمنا وتبطي علينا. وراها امير المؤمنين في التراب. ها، لكن انا اسالك يا مؤمن سؤال، اين قبر الزهراء؟ تروح الى كربلاء وتروح الى النجف وتروح الى بغداد عندك قبر معلوم تتوجه الى زياره المعصوم، تروح الى البقيع ولو القبور مسوية بالتراب لكن عندنا قبور معلومة. عندنا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وين قبر الزهراء؟ احنا نسأل مولانا صاحب الزمان. أدري يا مؤمن حسرة في قلبك وعندك أمل يوم من الأيام تشوف قبر الزهراء وتتوجه تقول رايح إلى قبر الزهراء. أحلى من الليل بضريحك واحلم بشكل الصحن والخلايق في المدينة كلها تبحث عن سكن، والشمع يضوى ويلالي والصحن شجوة وشجن، لافتان اكتب عليها هذا قبر ام الحسن. لافتان اكتب عليها واصحى من النوم بكدار، لا ضريح ولا أثار. وين وين المنتظر؟ وين وين جينا وسألنا أهل المدينة بالسوية في وين قبر أم الحسن؟ ردوا علي
في وين قبر ام الحسن ردوا على في وين قبر ام الحسن في وين قبر ام الحسن اي ما حد يدلينا على رضا قبرها ما حد يدلينا على رضا قبرها حدار علي الكرار في وين حفرها جنة علا ما يصير ما يظهر أثرها ضمت الزهرة الطاهرة الحرة الأبية ضمت الزهرة الطاهرة جينا جينا وسألنا أهل المدينة بالسوية في وين قبر أم في وين قبر ام الحسن اي معلوم مدفون برض طب ام الحسين يا ناس خبرونا قبر ام الحسن وين ما حد يجاوبنا ونهلها دمعة العين ما حد يجاوبنا ونهل مثل المطر تبقى مدامعنا جرية مثل المطر عجل يا ابو صالح ودلينا بقبرها عجل يا ابو صالح ودلينا بقبرها عجل وخذ بالثار من هاللي عصرها وضلوعها من رفسة الطغي كسرا سقط المحسن وعظمها الرزية سقط المحسن جينا جينا وسأل أهل المدينة في وين قبر ام الحسن ردوا في وين قبر ام الحسن ولأي الأمور تدفن سرا بضعة المصطفى ويعفى ثراها بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها يا الله تقبل منا الأعمال أصلح لنا الأحوال بجاه محمد والآل رد كل غريم فك كل أسير أصلح كل فاسد من أمور المسلمين يا من لا يقال لغيره يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد جماعتي الحاضرين فردا فردا المستمعين والمستمعات المؤسسين المسببين لهذا الشرف العظيم احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات أرواح محمد وآله الطاهرين أرواح الشهداء السعداء الأبرار بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.